الولادات. لقد تأخروا كثيراً. هذه الأمور تتطلب وقتاً. تعال واجلس. ستكون بخير. طالما أن لديها القوة لتتكلم فالأمور تسير جيداً. تتكلم؟ إنها تبكي. إنها امرأة قوية، ستكون بخير. أجل، كيف حالها؟ إنها بخير أيوب، لا تقلق. أعتقد أننا سنرزق بطفل قريبا جدا الآن. تهانينا أيوب، لديك ابنة جميلة جدا. فتاة؟ هل بإمكاني الدخول؟ ليس بعد أيها الشاب، سأعلمك متى أمكنك الدخول. تهانينا يا أيوب. نوح، انتهى الأمر الآن، تعال وانزل. أصبحت عماً يا نوح. ما الأمر؟ إنها فتاة. تهنية لك أيها الجد. لقد ولدت طفلتنا الآن. تهنية. إنها فتاة. هل رأيتها؟ كيف حال سارة؟ لا أعلم، لم أرها بعد. أتظنها بخير؟ أنا متأكد أنها ستكون بخير. أبي، تهنية. يعقوب. موسى، يعقوب، نوح، أيوب، تعالوا وانظروا الطفلة الجميلة. هيا أدخلني بني. حسناً، أتريد أن تحملها؟ أجل. أجل، إنها فتاة معجزة. إنها جميلة. أبي، هل باركتها؟ أجل، إنه عالم قاس ونحن بأوقات صعبة. لينظر إله آبائنا إلى هذه الفتاة الصغيرة وليساعدها تواجه كل ما تجلبه الحياة، ليباركها بالصحة والسعادة وطول العمر، ولتكن رقيقة
مثل جدتها التي ليست هنا لترحب بها. ماذا ستسمينها؟ ليلى، على اسم جدتها. ليلى، إنها جميلة جدا. أجل يا ابنتي، داود، كيف أتيت إلى هنا؟ داود، لا أصدق. كيف خرجت؟ هل هربت؟ هربت؟ لا، الأمر أكثر من ذلك. لقد أطلقوا سراحي. أنت مصاب، أنت بخير؟ أجل، لابد أنك جائع. داود، أبي داود. كيف حصل هذا؟ لقد أطلقوني أبي، لدي الكثير لأخبرك به. عليك أن تدخل وتقابل ابنة أختك وتخبرنا ما حصل. هل الطفل هنا؟ أجل، هذا جيد. أنا آسف، لم أكن هنا حين. نعلم يا بني، لكنك بيننا الآن. حتى متى؟ سيأخذونك من جديد؟ هل عليك الهرب؟ لا يا أختي الصغيرة، لا مزيد من الهرب. دعني أساعدك على الجلوس أبي. ابنتك جميلة. لقد أعطيتها أفضل هدية بعودتك داود. أخبرنا ماذا حصل معك. خالتي رفقة، يجب أن تعرفي بعضا من هذه القصة. أهلا بعودتك داود. زوج خالتي رفقة هو من توسط لي ودفع الفدية أيضا. لا تتحدث عن هذه الأمور الآن داود. لا يمكنني شكركم كفاية، أنت وزوجك ولا مجازاتك. لست مديونا لنا داود أبدا. بلى مديون، وليس فقط على هذا. أخبرنا. بعد أن اعتقلني الرومان قاموا باستجوابي كل يوم، أحياناً عدة مرات في اليوم وفي الليل أيضاً. كانوا يريدون معرفة من هم شركائي. لم أخبرهم. علمت أني إن أخبرتهم سيقتلونني. كلما استحملت الاستجواب والتعذيب كلما عشت أكثر. لكن في النهاية أعطيتهم ما يريدون. آه داود، إنهم بارعون بما يفعلونه. فتوقف الضرب. بعد ذلك علمت أنها مجرد مسألة وقت. أنا لم أعد قيما لهم أبدا.
بعد ليلتين فقط من استجوابي كنت نائما في زنزانتي. وفي منتصف الليل أيقظني شيء ما. نظرت فوجدت الرجال نائمين والحرس قد تركونا وحدنا. وعندها رأيته. من الذي رأيته داود؟ هو رأيت يسوعك سارة ظهر أمامي بي بوضوح كما أنتم أمامي الآن. ماذا فعلت؟ ركعت على ركبتي. كان مذهلا. كان يرتدي ثوبا يصل حتى أخمص قدمي ووشاحا ذهبيا على صدره. كان رأسه وشعره أبيض كالصوف كبياض الثلج، وكانت عيناه كلهيب النار. رجلاه كنحاس متوهج في أتون النار، وصوته كهدير المياه. على دليل سماع هذا كنت متعبا. شكرا. في البدء كان ينظر إلي وفي عينيه رأيت كل ما فعلته في حياتي. دليلة، أتيت أبحث عنك. ما الأمر؟ ما المشكلة؟ مشكلة؟ لا، لا مشكلة. حصل أمر جميل جدا. سارة أنجبت طفلتها. هذا رائع. أجل، فتاة أسمتها على اسم أمنا. وأمر آخر. ماذا؟ داود قد عاد. إنه في البيت؟ ألم تعلمين؟ لا، إنه حي وقد رأى الرب. ماذا تقصدين مريم؟ تعالي، هل أتيتي؟ نعم، أستطيع المشي. هيا. لا أعلم لكم من الوقت سجدت، لكن في النهاية غفوت. وعندما استيقظت في اليوم التالي بدأت أخبر سجناء بما حصل معي، بأني رأيت الرب. كنت أعلم أني سأموت، لكني لم أعد خائفا. تكلمت معهم، والبعض طلب من الرب يسوع أن يسامحهم. تم أخذ أحد هؤلاء السجناء في اليوم التالي وصلبوه، لكنه لم يكن خائفا. آه داود، ثم في الصباح التالي أتوا لأخذي. علمت أن وقتي قد حان. ودعت كل السجناء. سأراكم في منزل الآب. ثقوا بيسوع. لكن بدلا من جلدي فكوا قيودي وقالوا لي بأنني حر طليق. قالوا لي إنه قد تم دفع فديتي وأن الحاكم قرر أن يرحمني. وبدأت بالسير نحو المنزل، ورأيت زوجك رفقة يغادر البلاط. استدار ونظر إلي. عرفت أنه هو من دفع فديتي.
أليس هذا ما حصل؟ حسناً، هذا ما كان ينويه، لكني لم أعرف أنه نجح بذلك حتى رأيتك هنا اليوم. آه داود، أنا سعيدة جداً أنك عدت لعائلتك، لكن أكثر من ذلك أنا سعيدة أنك عدت لأبيك السماوي. لا نهاية لهذا الأمر. الآن أنا مدين لهذه المرأة التي سيطرت على ابني بأكاذيبها وادعاءاتها. موسى، أنت لست مديناً لي ولا لزوجي. ألا يمكننا أن نكون جميعاً بسلام شاكرين الله على المعجزات التي صنعها في وسطنا؟ وماذا ستقول العائلة؟ شيوخنا، جيراننا، سيجد الحاكم تهماً جديدة ليسوقها ضد داود. أتباع يسوع هم دائماً بمشاكل. لا يهمني ما يقوله الآخرون أبي، لقد رأيت الرب، هو الذي مات وقام من الأموات. أبي، إنه حي، وهو قد سامحني وحررني أيضاً. هذا خبر سار. الخبر السار هو أنك هنا حي وسالم، ولكن الآن عليك أن تحمي نفسك. يجب ألا تكون جزءاً من هذا الفريق المجنون. يجب أن تفعل ما هو صحيح، أن تهدأ وتهتم بعائلتك. هل أبدو أني بحاجة للمزيد من المتاعب؟ أريدك أن تكون شاباً مسؤولاً وواعياً. احتفظ بهذا لنفسك من أجلي. أبي، أنا أفهمك، لكن لا يمكنني ذلك. يجب أن أشارك الخبر السار. آه، اللعنة، لقد جن ابني تماماً. أبي، فقط لو رأيت. لا، أنت جننت، لقد جننت على إثر الضرب. موسى، لا تتكلم ضد ما يفعله الروح القدس في بيتك، لقد أعاد لك الله ابنك حي. هذه أمور غامضة موسى. نورة، لقد عشت حياة طويلة، مؤكد أنك ترين أن لداود مسؤوليات هنا. كلمات يسوع تتردد في أذني موسى. زوجتك الحبيبة ليرح الله نفسها علمتني إياها. حتى العائلة تأتي في المرتبة الثانية بعد الدعوة لاتباع المسيح، هو يريدنا أن نتبعه. يسوع يدعوني لأحمل صليبي وأتبعه. تحمل صليبك؟ يسوع حمل صليبه ومات على ذلك الصليب ليخلصنا من الموت. والآن نحن أتباعه يجب أن نكون مستعدين لنتألم لندفع الثمن في سبيل نشر الخبر السار للناس حولنا. انظر إلى تلاميذه بطرس والآخرين، كلهم تألموا حتى أن بعضهم ماتوا من أجل إيمانهم. موسى، هناك طريق واحد لاتباع المعلم، وهو من كل قلبك وحياتك. أنا لا أستحي به أبي، كيف أخبئ ما فعله لي؟ أريد أن أخبر العالم أجمع. أبي داود، لننهي هذا في مكان آخر. سارة متعبة، لندعها ترتاح هي والطفلة. تعالوا. سأساعدك أبي، أعطني يدك. أرجوك. أخي. آسف، أنا سعيد جداً لسماع أخبارك السارة. لكن لن يسعد الجميع، لكن لا يهم.
أنت رجل شجاع داود. لا، هذا غير صحيح. لست رجلا شجاعا، لكني مسامح. حقا يعقوب، لم أشعر بهكذا فرح من قبل. ارتاح أبي، سأجلب لك ما تأكله. ستسير الأمور على ما يرام، سترى. دليلة، إلى أين تذهبين؟ يجب أن أغادر مريم. سنتناول الطعام وداود سيخبرنا المزيد. هذا الأمر كثير عليه. أنا حقا لا أعلم ما أفكر. أنا علي الرحيل. لكن إلى اللقاء. دليلة، دليلة. أي شخصية في هذه القصة تشبهك أكثر من غيرها؟ ماذا حدث لداود في السجن؟ لماذا كان رد فعل موسى ودليلة على هذا النحو عند سماع قصة داود؟ ما هي التغييرات التي تتوقع أن تراها في حياة داود الآن؟
ما هي قصة إيمانك؟